متابعيني واهلا وسهلا بالمتابعين اللي انضموا لنا على القناه. اليوم راح اقدم لكم كريم الارز الرهيب لازاله الشعر من الوجه بدون رجعه وبدون الم. المكونات كثير سهله ومتوفره باي بيت. نبلش بالمكونات. عندنا هون راح نستخدم ميه الارز اللي نقعناه وحطينا عليه مي مغليه ونقعناه. راح نستخدم ميه الارز اهم شيء. وعندنا هون ملعقه صغيره، نص ملعقه صغيره من الكركم، وعنده هون ثلاث ملاعق من الطحين. طريقة التحضير راح تكون كتير سهلة. أول إشي مثل ما أنتم شايفين هسا بناخذ مية الرز، بس بدنا المي نفس هذا الشكل. أنا بدي ميته، ما بدي الرز بشكل نهائي، نفس هيك نصفيه منيح. هاي بنخلي الرز على جنب، بتقدر تطبخوه بتقدر تعمل فيه شو ما بدكم، بس إحنا أهم إشي بدنا مية الرز. وهسا بعد ما أخذنا مية الرز، بس انا اخذت كثير منها بس اقلل، بنصير نضيف لها الطحين بشكل تدريجي حتى نحصل على الكريم اللي بدنا اياه باذن الله. نضل نحرك فيها نفس هيك. بس انا راح اضيف لها كمان الطحين عشان حطيت مية الرز اكثر من اللازم. تقدر تضيفوا لها حسب الكميه اللي انتم تعملوها، بس انا ضفت كميه اكبر من الرز فراح استخدم كمان طحين على الوصفه عشان احصل على الكريم اللي بدي اياه، عشان افرجيكم كيف راح يصير. نفس هيك بنحرك فيها حتى نحصل على الكريم. إيه انتوا لما تكون تعملوا اعمل كمية اقل فراح تطلع معكم مظبوطة 100%. هاي مثل ما انتم شايفين صار عندنا مية الرز صارت عبارة عن خليط. انا عملت كمية اكبر من اللازم فضفت كثير عليها طحين عشان احصل على الكريم نفسه. هاي مثل ما انتم شايفين صار عندي كريم، بنضل نحرك فيه حتى تتجانس كل المكونات مع بعض. هاي مثل ما انتم شايفين هذا الكريم اللي انا بدي اياه بالوصفة. وهسه بنضيف عليه الكركم اللي عندنا، هاي شايفين كريم صار عندنا نفس ما بدنا. بنضيف عليه الكركم، نص ملعقة صغيرة من الكركم، نحركهم مع بعض. بتقدروا تعملوه جامد كمان أكثر من هيك، وراح ندهن طريقة الدهن كتير سهلة. أول إشي هاي صار عندنا جاهز الكريم، كريم راح يساعدكم على التخلص من الشعر من الوجه بإذن الله. هيو هيك صار جاهز عندنا مثل ما أنتم شايفين بعد ما خلطنا مية الرز مع الطحين مع الكركم. طريقة استخدامه كثير سهلة. أول إشي بنجيب شوي من الخليط وبندهنه على منطقة الوجه وبنضل نحرك فيه بشكل دائري، بنحركه بشكل دائري وبنخليه مفروض على الوجه لمدة نص ساعة. وبعد النص ساعة بنعيد كمان مرة طريقة، بنحركه كمان مرة. أهم إشي لما قبل ما تستخدموه تفردوه على وجهكم. أول إشي اغسلوا وجهكم بالمي الدافية عشان تفتح المسامات، وبعدين ادهنوه على وجهكم وحركوه بشكل دائري. وبعد مرور نص ساعة بتحركوه كمان مرة بشكل دائري، وبعدين بتغسل وجهكم بالمي الباردة عشان تسكر المسامات. بإذن الله هاي الوصفة راح تخلصكم من الشعر الزائد
الشعر الزائد موجود بالوجه، وبتقدر تستخدموها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تدعمون بلايك وتشتركوا بالقناة من خلال الضغط على الزر الأحمر الموجود بأسفل القناة. وشكرا لكم كثير، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة.